يوحشني. بصبح على ايهاب. صباح الخير ايهاب. صباح النور. يمكن يوم سعيد في تاريخ النادي الاهلي، يوم دستور، النهارده ابنائه واعضائه بيضعوا دستور بايدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم عالمي بالنسبه للنادي الاهلي. بص يا احمد، من ناحيه النظام وانت داخل كده من بره هتلاقي النظام على اعلى مستوى، وده اقل حاجه بيقدمها مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤولين عن النادي الاهلي في يوم زي ده. بنبني فيه تاريخنا وبنسطر فيه تاريخنا، وطبعا عضو جمعية العمومية اللي عنده ثقة في ناديه، عضو جمعية العمومية اللي عنده ذكاء ووعي على ناديه اللي هو بيحبه. النهاردة الناس بتزحف بشكل كبير جدا، لو تبص بره يا أحمد هتلاقي الطريق كله مقفول، فده إذا كان فبيدل إن فيه وعي كبير جدا بالنسبة لجمعية عمومة النادي الأهلي وعضو النادي الأهلي المحترم مجلس اداره. بنحيي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود دور الخطيب واعضائه اللي هم من بداوا من اول نجاحهم في بدايه المسيره اتحطت كل ال 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 عايز اقول لك كل البنود وكل اللائحه اللي اتكلم عليها المجلس. الحمد لله رب العالمين ماشيين فيها بمسار يعني تقدر تقول اكتر من امتياز، واوله بالنهارده. حالة ورسالة كبيرة وعريضة ومهمة لكل الناس ان النادي الاهلي دايما عنده الريادة. طبعا الريادة واخد بالك متورثة في كل مجالس ادارتنا السابقة، ونهايتهم بقى بكابتن مصر وكابتن العالم العربي وافريقيا كابتن محمود الخطيب واعضائه ابناء النادي المحترمين اللي عندهم باع كبير جدا وخبرة كبيرة جدا في ادارة مؤسسة كبيرة زي مؤسسة النادي الاهلي. فانا بحييهم على هذه الادارة، وبداية من النهاردة زي ما قلت لك يا احمد لايحتك انت بقى، لائحة النادي الأهلي اللي احنا طول عمرنا بنضرب المثل بيها، وطول عمرنا كل المؤسسات الرياضية يمكن والمهنية واللي موجودة فيها مصر بتقلد النادي الأهلي في نظامه. فالنهاردة بنقول لمجلس إدارة النادي الأهلي من خلال الساعات الأولى مبروك عليكم لائحتكم الجديدة، مبروك عليكم التنظيم، مبروك عليكم الشكل اللي احنا بنأدي بيه إذا كان إداريا ولا فنيا مع فرقة الكورة اللي النهاردة بتمثل حاجة كبيرة للكرة المصرية، بتشرفنا داخل مصر وخارج مصر. فنتمنى إن شاء الله الازدهار بإذن الله لمجلس إدارة النادي الأهلي ولأعضاء النادي الأهلي المحترمين الجمعية العمومية. أشكرك كابتن محمد، شكرا. أكيد يعني يمكن رسالة مهمة لنجم مصر ونجم النادي الأهلي، يمكن كابتن فتحي نصير كما ذكرت، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل رموز ولاعبي النادي الأهلي السابقين اللي قدموا خدمات مهمة داخل المستطيل الأخضر مكملين وموجودين. إليك الكلمة زميل عزيز إياب الخطيب.